خاصه في كره القدم في هذه السنوات الاخيره في ظل السياسه اللي نهجها جلاله الملك الرياضي الاول والمشرف على الرياضه الوطنيه السي فوزي القجع. يعني ولات عندنا بطوله احترافيه بعد ما كانت عندنا كنقولها سنوات القحط الكروي سنوات انت صبرتي فيها السي علي سنوات القحط الكروي اراد من اراد كره من كاره صحيح. كانوا البنات كيحيدوا الاولاد التونيات من اللي كيسالوا وكنلعبوهم بهم يعني راه البنات كانوا كيلعبوا التونيات ديال الاولاد بالصوابط ديال الاولاد ولكن اليوم طورات الامور يعني هم جد محظوظات انهم ولاو لقاو الاحتراف ولا عندهم واجبات شهريه بعد ما كانت هذه البنت الا لقات على يديها ويجيبها راه رابحه ولا عندها واجب شهري ولا عندها اهتمام ولا عندها الفرق بدات كتنافس. دابا اللي خاصنا نوصلوا ليه وخاص المراه تكرم راسها باش تحترم راسها تعطي قيمه للانوثه ديالها تعطي قيمه للفريق اللي حاضنها ما تكونش بنت كتحاول تضحك على القيمه ديال البنات في الرياضه. انا كنهضر على كره القدم النسويه الاقلاع ديال كره القدم النسويه والاحتراف ديال كره القدم النسويه النجاح ديالو والله ما راهين بالمسؤولين صح. يعني احنا جربنا هذا راهين باللاعبات اللي كيلعبوا